اهلا بكل مشاهدينا، حلقة جديدة من حياتك احلى. احنا النهاردة معاكم طبعا زي ما انتم شايفين من مطبخ قناة الصحة والجمال. كلنا طبعا كل يوم عندنا مشكلة، هناكل ايه؟ طب هنعمل ايه؟ وبنقعد نفكر كتير جدا، وكمان في ظل الغلاء اللي احنا فيه دوت بنقعد نفكر ازاي نعمل اكل اقتصادي ان احنا نقدر نوفر بيه، وخصوصا كمان لو كان اسرة عددها كبير. النهاردة طبعا هنتكلم بقى في حاجات كتير قوي حلوة واكلات كتير قوي حلوة، كمان هيكون معانا مفاجأة حلوة كمان في الحلقة. بس تعالوا الاول نرحب بضيفتي اللي منوراني ومشرفاني، الشيف ايمان شعلان. ازيك يا اهلا اهلا ايه؟ اهلا ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ انا اللي بتشرف بوجودي معاكم. طبعا احنا يعني احنا قبل ما نتكلم على الجريمه اللي موجوده معانا احلى جريمه وقبل طبعا ما نقول احنا يعني الحاجات دي كلها عباره عن ايه، انا دلوقتي عايزه في البدايه كده تعرفينا انواع الاكلات اللي انت بتقدميها. هل بقى حلويات، شرقي، اكل انا بيتي؟ بقدم اورينتال، اكل شرقي وحلويات وكده ومعجنات وكل يعني معظم الاكل الاورينتال. طيب قولي لنا برضو قبل ما نتكلم على الجريمه تاني حاضر. ايه اللي حبيبك في الاكل؟ لا انا من صغري بقى، بدايتي اصلا كانت والدتي الله يرحمها، يعني والدي كان رجل عسكري يعني في الجيش ضابط، فكانت دايما مسافر وكانت على طول معلمانا الاعتماد على النفس. فكانت اول حاجه اتعلمتها ان انا اقعد احشي، وكان محشي كرنب وانا في خمسه ابتدائي. بتحشي كرنب في خمسه ابتدائي؟ قالت لي امسكي واعملي زي ما انا هعمل ما شاء الله. يعني دي حقيقه، يعني قعدت وبقيت خايفه في الاول، بس بعد كده خلاص بقى الموضوع بقى ماشي تمام. طيب احنا طبعا يعني معانا هنا شويه حاجات كده حلوه، احنا يعني الكاميرا جايباها. قول لنا كده يعني سريعا ايه هي، وبعد كده احنا هنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل. هقول لك انا اول حاجه عندي الصينيه دي. الصينيه دي صينيه اقتصاديه، يعني لو يعني رايحه مناسبه، رايحه العروسه، صينيه العروسه في زواجها. بالنسبه للمكونات بتاعتها، بصي خلينا المكونات هنأجلها شويه، اكيد هنتكلم على كل حاجه بالتفصيل. الطبق التاني بقى احلى، والطبق التاني واكله ايه بقى؟ المصريين الجميله الرائعه الروعه، ده بقى الكشري اللي هو ما فيش عليه جدال ولا كلام. ده الاكل الاقتصادي اللي احنا بنتكلم فيه. ومعانا ودي بقى حاجه بقى جميله كده انا عاملاها، تورته ورق عنب. دي بقى تورته ورق عنب دي بقى عايزه لها ايه يعني؟ ايه مهله كده وهنشوف يعني هنتوغل فيها. بس طيب قول لنا كده، بما انك بقى جبتي سيره ورق العنب، انت طبعا سمعت انك عندك تركات كده حلوه في ايه بقى التركات؟ تركات ورق العنب يعني بتتلخص في ايه؟ ان انت بتطعميه، بتعملي الخلطه طبعا حلو قوي وبتظبطيها. الخلطه بتبقى عباره عن انك بتحطي بصله وبتوم وفلفل، تشوحوا في السمن او الزيت او الماده الدهنيه اللي بتتحط، وبعد كده بتنزلي بمعلقتين صلصه، وبعد كده الطماطم والتوابل لما تسبك كويس، وبعد كده المكعبات الماجي البيتي بقى، البيتي مش اللي من بره، مش اللي من بره. وبعد ما بتخلص بتحطي الرز والخضره والكلام ده، الليمون بقى، الخلطه بقى اللي هي الشوربه اللي بتتحط بقى ان انت بتسقي بيها الورق العنب، بتحط فيها ليمون، نحط ليمون ونحط دبس رمان ونحط عصير طماطم، بنظبطها بقى بتطلع حلوه جدا. طيب. وسنه كده زيت زيتون. طيب قولي لنا بقى انت، بما انك قلت ان في مرقه بيتي، دي بتكون ازاي؟ بتعمليها ازاي؟ دي بتجيبي الخضار وبتغليه في شوربه تكون دسمه، وكميه الشوربه ما بتبقاش كبيره، بتبقى معقوله. كميه الشوربه بتبقى مش كبيره، يعني مثلا نص لتر على مجموعه خضار بتتحط، كوسه وجزر وطماطم والخضار اللي متاح يعني. وبعد كده بتفضل لما خالص يعني بتصفي خالص، يعني الشوربه بتغلي مع الحاجه دي، بتروحي جايبه بعد كده بقى الدقيق والماده الدهنيه ومدوباهم. بعد كده حاطه ايه المكون اللي احنا ضربناه في الخلاط اللي احنا عملناه على النار، بتسيبيه بقى بعد كده يهدى، وبعد كده بيتقطع مكعبات، بتتفرش في صينيه مدهونه ماده دهنيه برضو على ورق زبده،
وبيتقطع مكعبات وبتشال في الفريزر بتستعمليه زي الفل. طيب احسن من اي حاجه من بره يعني. حلو جدا. طيب احنا معانا صور طبعا لحاجات كتير حلوه طبعا انت عاملاها. ده هنا منبار. طيب حلو جدا. عاملاه برضو هنا في الصينيه دي. طيب اللي بعده دي بطايه بقى كانت روعه. دي بط محشيه فريك. حلو جدا. وده محشي مشكل. حلو. فلفل وكوسه وبتنجان. وده جلاش. وده رز بسمتي بالخلطه وبالمكسرات. وده حمام بقى وجبه كده يعني. حماميه ومحشي مشكل. ودي فرخه مشويه. وده حمام بقى سيد السفرة. عايزاكي كده وانتي بقى. ودي كفتة رز. بنشوف الصور كده. قولنا مثلا ايه اكتر اكلة انتي عملتيها يعني وحطيتي فيها كده تركية وطلعت ظابطة معاكي وحلوة قوي نقدر نفيد بيها الناس. البط بيبقى جميل جدا بعمله حلو قوي. ايه بقى البط بقى ايه نظافته هي سر طعمه الحلو. بيتنقع في محلول عبارة عن سكر وملح وليمون. المحلول بيفضل فيه مش أقل من ساعتين ثلاثة في البطاية. وبعد كده بتشال تحط تتغسل بقى بالدقيق والليمون وكده تحت المية. وبعد كده بتسلق. بتتعمل بقى ايه لو هنعمل رز او فريك. بنعمل الرز او الفريك بنجيب ماده دهنيه وبنحط الرز او الفريك البصل الاول وبعد كده الفريك او الرز. وبعدين بنحط التوابل بتاعتنا وبرده مكعب المرق اللي احنا عملناه في البيت. وبنحط بقى ايه يعني شويه مرقه او ميه بس قليله علشان الرز مش هنسويه كله. مش هنسويه تسويه كامله. هنسويه ثلاث ارباع سوا. تمام. وبعد كده بنحشي بقى البطه ونروح سلقينها. وبعد كده بنعمل لها الخلطه بتاعتها الحلوه اللي هي صلصه طماطم وملح وفلفل اسود ودبس رمان وليمون وشويه زيت. وبنعملهم بالفرشه. بندهن بالفرشه ونحطهم تحت الشوايه وفحم بقى فحميه بقى ونظبط الدنيا. طيب عايزين بقى هنا ممكن نتكلم مثلا عن الصينيه الجميله دي. قولنا بقى دي صينيه عملت لنا الفرخه دي ازاي. الفرخه اتسلقت وبعدين اتعمل لها توبنج زي ما انا لسه قايله دلوقتي. الكاميرا اهي جايباها. احنا ممكن نشيل السوليفين لو لا تمام هو باين كل حاجه. كملي معاكي. الفرخه سلقناها وجبنا التوبنج بتاعها الصلصه بدبس الرمان بالليمون بالزيت ودهناها وظبطنا يعني الدنيا تحت الشوايه. دبس رمان في الخلطه بتاعتها في الدهنه الاخيره دي اللي هي تحت الشوايه قبل ما نحطها تحت الشوايه. طيب احنا طبعا بما اننا بنتكلم على الاكل الاقتصادي احنا عايزين بس نوضح ان الصينيه دي هي مثلا هي الصينيه دي بتكون رايحه العروسه او انا دي فكره يعني بدل ان الديك الرومي والحاجات اللي هي الغاليه اللي هي ممكن يبقى ده بديل وتكفي وتكفي جدا وحلوه قوي. طيب ومعمول فيها بديل تاني اللي هو الحمام الكذاب. عامله الحمام العادي وعامله الحمام الكذاب. طيب بحيث ان لو العروسه عايزه ده موجود. انا شايفه برضو سمبوسه ورز بسمتي تحته وفي ممبار وحمام محشي والحمام الكذاب. طيب بما اننا طبعا بنتكلم برضو عن الاكل الاقتصادي يعني عايزينك تقول لنا كده افكار بقى لاكلات اقتصاديه. احنا طبعا يعني الحاجات اللي معانا ديت احنا قلنا ان دي هتكون صينيه العروسه. معانا طبعا كشري بس يعني اشرحي لنا اكتر احنا ممكن مثلا نعمل ايه افكار اقتصاديه اكتر. يعني الافكار الاقتصاديه عندك رز مع عدس اصفر. دي وجبه حلوه جدا وامهاتنا كانوا بيعملوها وعايزين نرجع بقى زي الاول كده. أمهاتنا كانت بتعمل الأكل الجميل البصارة والعدس. طيب احنا بس معانا تليفون. ألو ألو. أيوه ازيك. مساء الخير. مساء النور. عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. معانا أوركيد. ازيك يا أوركيد؟ الحمد لله بخير والله. ايه الأخبار؟ اتفضلي. طبعا
انا مدام ايمان منورانا ومنوره الشاشه جدا جدا، ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك. وبحب اشكرها بشكل خاص على مجهودها الفوق الرائع اللي هي عاملاه معانا على مبادره اطعام بتاع مرضى السرطان والاسر المتعففه. طبعا بلا فخر، هي ما شاء الله عليك، هي ما تتقارنش بحد الحقيقه يعني. واحب اشكرها على المستوى الشخصي جدا جدا جدا، ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك. على طعامه المحشي والحمام والكشري، ولينا طلب صغير قوي عند طنط ايمان كده، اتفضلي. عايزينها تقولي ايه السر اللي بتعمله في مهلبيه القمر الدين، حاضر. بعيدا بقى عن بقيه اسرار كل الاكلات دي. حاضر. حلو. انا انت مشكورة دخلتي، انت دخلتي معانا بقى في السكه التانيه، انت دخلتي معانا في الحلويات. ما هو والله يعني بصي، دي حاجة أنا لسه قولها لها من بدري أوي 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 بصراحة عايزة يعني. أقول لك، أنت لو واقفة وشامة الريحة معانا بصراحة مش هتقدري تكملي الحلقة. أيوة لا أنا عارفة والله. أنا بصي يعني كل ما نعمل حاجة تقوم ألاقي لا أنت بتجوعينا يا طنط إيمان، أنت بتجوعينا جدا. ميرسي يا حبيبتي، ربنا ربنا يخليكي. يخليكي. وأكيد من الناس اللي معانا متطوعة معانا، وكل اللي معانا متطوعات هنتكلم أكيد عن الموضوع متطوعين، أكيد. يعني بتودي لدور المسنين والمرضى السرطان ودار الأيتام، دور الأيتام، وبتودي لجهات كتيرة بصراحة، يعني من طيب الناس النشطة خلاص، جدا. قبل ما تقول لنا طيب تركات كده قمر الدين، عايزاكي تكلمينا عن المبادرة. هم يا جماعة عاملين مبادرة اسمها اطعام طعام، تمام كده. دي مبادرة بيساعدوا فيها مرضى السرطان وليهم يعني جهات كتير قوي بيودوا لهم فيها، فاحنا عايزينها كده اتكلمنا عنها شوية برضو، بما ان طبعا اوركيد فتحت لنا الموضوع، قولنا كده المبادرة دي عبارة عن ايه؟ المبادرة دي عبارة عن ان تحت اشراف الاستاذة الفاضلة الجميلة، يعني اللي هي مفيش بصراحة، يعني ما شفتش حد زيها، الاستاذة سامية العيسي الصحفية، هي اللي بتشرف على المبادرة، وهي اللي يسرت لنا حاجات كتيرة قوي قوي قوي، وفاتحة البيزمنت بتاعها لله، لوجه الله، للإطعام وللوجبات، وللمكان ده مفتوح 24 ساعة لأي حد محتاج أي حاجة، والأسر المتعففة بيروح لها كل حاجة من غير ما حد أبدا يعرف ده رايح لمين ولا ده رايح فين، في منتهى الكتمان. بتخدم مناطق ايه المبادرة؟ بتخدم مناطق كتير كتيرة جدا، المناطق على مستوى الزلزال القاهرة؟ أو على مستوى القاهرة والمحافظات، عندنا 5 محافظات بنودي لها، والمبادرة فيها 21 متطوع ومتطوعة. هو احنا كمان رقم مبادرة موجود معانا على الشاشة، لو فطبعا حد اي حد حابب طبعا هي يساهم معاهم او يساعد معاهم الحاجة هي سامية الصحفية، يعني هي فاتحة الباب لأي حد يعني عايز يتبرع بأي حاجة، أي مبلغ، أي مواد خام للإطعام، فتح طيب المجال يعني. تمام. طبعا هو الرقم موجود على الشاشة، طبعا اي حد حابب يتواصل معاهم احنا بحب معانا اشكرها جدا 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 بصراحة، عاملة مجهود رائع، وهي ست يعني فاضلة جدا جدا. اكيد طبعا بنشكرها. احنا معانا طبعا مداخلة، نقول الو. الو، ايوه انجي. ايوه صباح الخير. صباح الخير، اتفضلي. انا بس حابة اشكر في كل حاجة بتعملها استاذة ايمان. انا على طول بشتغل 12 ساعه، ما بقاش عندي وقت ان انا اعمل اكل. اكلت من ناس كتير وشيفات كتير مشهورين جدا، بس الحقيقه اول مره ادوق اكل بطعم اكل استاذه ايمان. عليها تكات، انا في حياتي ما دقت اكل بالطعمه ديت، يعني امبارح احنا شبعنا بس مش قادرين نسيب الاكل منه في حاجه باقيه. الفراخ المشويه حابه اسالها ايه اللي عملتيه في الفراخ المشويه خليتيها قلبت كباب بصراحه. هي لسه قايله لنا ان هي حاطه دبس رمان في الخلطه. لا لا، الفراخ المشويه ليها طريقه تانية كمان. هي لا انا بصراحه حابه واضح اسالها واضح ان طريقه. جمهورها كبير والله يا جماعه، كله داخل طبعا، الناس كلها واضح ان الناس طبعا ضايقه والله اكلك، ده فضل من ربنا وجمهور كبير يعني، يعني. الحمد لله. طيب قولي لنا، ناخد بس سؤال الاولاني اللي هو بتاع قمر الدين، حاضر وبعدين نقول الفراخ حاضر. المشويه. بنجيب المشمش وبنشيل النوى منه وبنحطه في حلة، كيلو المشمش بياخد
على حسب يعني المذاق بتاع كل أسرة يعني ايه. ممكن الكيلو المشمش بياخد نص كيلو سكر، ممكن ناس تانية بيبقى عندها مشكلة ولا حاجة فبتقلل السكر براحتها ما فيش مشكلة. السكر مع المشمش بتحطه على النار مع عصرة ليمونة، وبعد كده ما بيتسبك خالص والمشمش ينزل المية بتاعته وكده، بيتجف في الخلاط، بيتضرب في الخلاط، وبعد كده بنروح جايبين كوباية، نص كوباية مية عليها 3 معالق نشا كبار، وبيتدوبوا، وبيتحط الخليط على النار، وبيتحط معاه النشا والمية اللي دوبناهم، واخر حاجه بعد ما الدنيا بقت تتظبط ويبقى مهلبيه بنحط بقى الفانيليا. واضح بقى انك بتاخدي الحاجه كده من A to Z، يعني من الالف لا للياء. الحمد لو انا لله ما بجيبش قمر الدين واعمله، لا انا هعمله لا لكم لا من اول ما ده هو احلى بقى كان حاجه، مشمش. احلى حاجه بيور في رمضان. انا ما بجيبش خالص اي حاجه غير اللي انا بعمله ده. طيب قولي لنا بقى التركية بتاعة الفراخ المشوية اللي حاضر. سألت عليها انجي. احنا الفراخ بنجيبها بنغسلها كويس جدا برضو، هو ده يعني اكتر سر. بنحط الفراخ في محلول النقع برضو اللي هو ملح وسكر وليمون، ملح وسكر وليمون، وبنبتدي بعد كده نشيلها تاني نغسلها بدقيق وليمون وبنصفيها. وبعد كده بنجيب بقى الخلطة بتاعتنا الجبارة بقى في الكبة، نحط طماطم ونحط بصل ونحط اللهم صل على النبي التوابل بتاعتنا اللي هي بقى 7 بهارات انا بعملهم تحفة. بعمل التوابل عندي في البيت ما بشتريش، بحط ال7 بهارات وبحط ملح وفلفل وبابريكا وكزبرة ناشفة، بنحط من كل حاجة نص معلقة. وبعد كده بنحط الخلطة دي على الفراخ وبنسويها على النار تسوية كاملة، وبنحطها تحت الشواية بقى بعد كده، وبنزود بقى بعد ما نيجي قبل ما نحطها تحت الشواية بنحط بقى من الخلطة، بنسيب 2 معلقة من الخلطة دي بوزعها تاني على الفراخ قبل ما تنزل تحت الشواية، وفحم بقى تطلع بالفحم بقى بتبقى تحفة قوي. احنا برضو معانا مضغة. ضامنين تسويتها وفي نفس الوقت يعني معمولة في البيت وبطريقة نظيفة. بنقول الو. الو السلام عليكم. ايمان ازيك؟ اهلا بيكي. ازيك يا شيف ايمان؟ الحمد لله. قلت يعني اهلا 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 بيكي. اهلا يا حبيبتي. ممكن طريقة الحمام بالفريك؟ حاضر حاضر يا حبيبتي. حلو ده. ميرسي يا حبيبتي. شكرا ليك. الحمام بالفريك، الحمام برضو غسيله اهم حاجة، كل الطيور وكل حاجة. قلت طبعا الغسيل. بعد كده بنجيب الحمام بنفصل الجلد اللي هو ما بين الصدر والجلد، بنفصله بطريقة معينة كده. وبعد كده بنجيب الخلطة بتاعتنا اللي انا كنت من شوية قلتها، هي طالبة حمام بالفريك صح؟ بالفريك. بنجيب الفريك بنغسله بننقعه نص ساعة قبل ما نحطه. وبعد كده بعد ما بننقعه نص ساعة بنجيب البصل ونشوحه فيه جامد ومادة دهنية. وبعد ما بنحط البصل والفريك يتشوح كويس جدا والزيت يتخلله يعني وكده، والسمنة البلدي الحلوة بتاعتنا، السمنة البلدي بقى أكيد أكيد اللي مفيش بعدها ولا قبلها. وبعد كده بننزل بقى بالمية المغلية بتاعتنا برضو، لو هنحط جزء صغير يعني شوية مية صغيرين ما نزودش السوى بتاعه، بيبقى 3/4 سوى بس. وبعد كده بنحشي بقى الحمام ويتسلق ويتحمر عادي بالماده الدهنيه برضو. طيب احنا طبعا النهارده قررنا ان احنا ما نطلعش نعمل حاجه عشان هي ما تبقاش حاجه واحده بس، فان احنا قلنا عايزين نفيد الناس اكتر، فاحنا قررنا احنا نقول ايه كل الوصفات ديت، وكل حد طبعا عايز يسال على حاجه يخش وهنقوله. بس ارقام طبعا شيف ايمان موجوده على الشاشه، هي عامله جروب واتساب، والجروب دوت هي بتعمل منه زي ما انتم شايفين كده الحاجات الحلوه ديت واكل بيتي، وممكن لو اي حد طبعا عايز يتواصل معاها او عايز حاجة فالارقام موجودة على الشاشة. بس عايز اسألك برضو الجروب بتاعك يعني برضو المناطق ايه اللي بيخدمها، هل مثلا لو حد حابب ان هو يطلب حاجة بيكون ابيها بقد ايه؟ جميع المناطق يعني حواليا يعني متاح ان اي حد يتصل اعمله اللي هو عايزه ما فيش مشكلة. يعني قبلها على بيومين مستوى القاهرة قبل الاوردر بيومين، لو اوردر كبير يعني يبقى قبله بيومين. طيب ولو اوردر عروسة كده زي اللي احنا شايفينه معانا بيبقى قبلها ب3 ايام عشان احضر لها حاجتها. تمام.
طيب في فرق مثلا ما بين اوردر عروسة ان هي مثلا عايزة حاجة بسيطة، واوردر تاني لأ انا عايزة فعلا بقى لأ اكل يكون ده متاح وده متاح. على حسب، طبعا تبقى على على حسب حسب امكانيات الامكانيات. كل واحد. بس يعني الافكار كتير، دلوقتي الحاله الاقتصاديه صراحه تستدعي، يعني الله يكون في عون اي عريس وعروسه بيتجوزوا دلوقتي، فالتكلفه بتبقى عاليه جدا، فبنحاول ان احنا حاجه زي كده الصينيه دي يعني رائعه ليهم والله، تقعد معاهم 3 ايام كمان. ايوه انا بقى يعني عرفت برضو وسمعت ان كنت كده في المطبخ، يعني يا جماعه مش قادره اوصف لكم هي قد ايه فعلا صوتها حلو، يعني حبيبتي كانت ربنا يخليكي بتدندن والله. كده حاجات، فمن ضمنها يعني كان في مدح كده للنبي طبعا عليه افضل الصلاه عليه والسلام افضل كده. الصلاه والسلام حبيبتي. طيب تقولنا حاجه؟ ماشي اوكي. مدد يا نبي يا نبي مدد، مدد 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 يا نبي يا نبي مدد. أنا جيت أزورك يا نبي وأقول مدد، شاهدت نورك يا نبي زاد المدد، مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدد، مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدد. ما شاء الله، بس مش هسيبك النهارده. قررت فعلا ما سبتيش النهارده. سلام لي. طيب احنا بقى عايزين نتكلم على الحلويات بقى دي اللي احنا سايبينها ايه كده، يعني نتلذذ بيها. ده عبارة عن ايه؟ دي ورق عنب معمول بطريقة معينة زي ما قلت، الخلطة بتاعته ودبس الرمان والليمون. بصوا يا جماعة هي عاملاها على شكل تورته، يعني يا ريت الكاميرا توضحها لنا اكتر. هي عاملة تورتة ورق عنب، هي مش عاملة صينية ورق عنب، هي عاملة تورتة ورق عنب. تمام. اشرحي معاكي. دي ورق العنب محطوط معمول بطريقة اللي هو زي ما بنحط محشي البتنجان في الحلة، معمول كده بطريقة معينة يعني واقف مرصوص. مش مش برصه بالعرض، وبيتشرب كله وبيستوي، وبعدين بقلبه كده زي كده، وبحط بقى الليمون وشرايح الليمون ودبس الرمان دبس الرمان عليه من على الوش، ورمان بقى. طب احنا بقى لو حابين نحول التورتايه دي ان احنا مثلا ناخدها معانا في زياره احلى نعمل حاجة ايه؟ والله، احلى طيب احلى احلى هدية طب لحد. احنا ممكن نعمل كده يا جماعه، ممكن بس نطلع دي ونعمل احلى كده، هدية يعني، عشان هي جايبه لنا بصراحه في علبه، فاحنا احلى ممكن هدية نعمل كده والله، ونشيل دي كده واوفر هدية، اهي هنحطها هنا في العلبه. واوفر هدية. من الحلويات ما بقتش يعني هي عملت اكتر هي بتضر، عملتها لنا وتريحي بقى حد من كتورتايه فعلا صاحبتك رايحة لها، اختك في تريحيها مثلا. علبتها، والمفروض ان احنا هناخد دي كده وهنقدمها لاي حد بدل اي طبق حلويات. بالظبط. طيب ايه الفكره جاتلك منين؟ يعني ايه اللي خلاكي تستبدلي الحلويات بتورته ورق والله العنب؟ بص، الظروف اللي احنا فيها دلوقتي يعني عايزانا نشغل دماغنا بصراحة، يعني انا رايحة لأختي مثلا عايزة اريحها شوية، ممكن اعمل لها حاجة زي كده، اقول لها خلاص احنا عملنا المندش، فانتي اعملي بقى الحاجات الجانبية جنب. طبعا كل حاجة كانت حلوة جدا، والوصفات كلها كانت خفيفة ميرسي يا ولذيذة حبيبتي، وكده. ميرسي احنا طبعا وقت حلقتنا عدى معاكي بسرعة، بجد. بس لا بقى عايزاكي كده تختمي لنا بأغنية خفيفة، تاني. عشان قلت لك مش هسيبك النهاردة، بس غني الأغنية اللي أنا سمعتها منك بقى عشان برضو الجمهور يسمعها. وبشكرك على كل الحاجات ديت، وأكيد طبعا الأرقام كلها كانت موجودة على ميرسي الشاشة أي حد عايز انا اللي يتواصل بشكرك يا معاها، استاذة بسن، وبشكر كل المشاهدين على احلى حسن المتابعة. مذيعة والله، شكرا، ميرسي. تفضل. كلك معايا أجمل حكاية في العمر كله، سنين بحالها ما فات جمالها،
على حب قبله سنين ومرت زي الثواني. في حبك انت وان كنت اقدر احب تاني. احبك انت وانا بحبك جدا طبعا وبحب كل مشاهدينا وبشكرهم طبعا على حسن المتابعه واتمنى ان هم يكونوا استفادوا النهارده معانا. شكرا ليكم وان شاء الله اشوفكم في الحلقه القادمه من حياتك احلى.